ملي سولت قبيله قلت لي اخي علاء الدين قلت لي انت كنتي في المرسى. نعم اخي. نعم شنو كان كيدير علاء الدين في المرسى؟ عندي واحد الاخ ديالي تما بحالي غادي كيبيع تما الحلوى في مدينه المرسى. كنسلم معاه الرحيم بحدنا باقي الحيين في الدنيا. كما كيقولوا ذاك المثل الخاوة حد الدنيا هي عندها بزاف ديال المفاهيم ويقدر يكون ذاك المفهوم يعني خالص هو 100% اي حاجه اي متر عنده مفاهيم على جميع الجوانب. المهم انا ديك الاخ ديالي كنصلي مع الرحيم تما وليت كنهول هذيك المنطقه هذيك عندي فيها اصدقاء وعندي فيها معارف. كنحب نطلع على ديك الباب ونشوف ذاك الجمهره ديال خلق الله كتتمتع بذاك الملكوت الرباني وكتجيبني غير الطريق بعض المرات. وانا لقيتني من عيطني بالمرسى يعني ما كنت كنتغدى تما كنقلي شي حويتات وهادي هذيك عيطتني طلعت عندك افرح من هذا هو. مرحبا مرحبا مرحبا. بغيت غير نعرف خي علاء الدين احيانا كتكون في قمه النشاط ديالك واليوم بنتي لي ماشي هو هذا. ايوا هو هذا الحقيقه هو هذا مدى الحال على حال وهو من حال من المحال وسبحان مبدل الاحوال من حال الحال وحال ما كيشبه حال وما دام الحال الا لصاحبي. وهذا هو حال الانسان. الانسان يعني مره غتلقاه في القوى ديالو سبحان من اضحك وابكى واغنى واقنى وامات فاحيا وهو رب شعره. وبعض المرات ما تلقاش في ذاك القوى اللي كتعرفوا فيها ديما يعني سنقول لك الانسان ما يتلمشي يعني كما قالوا زعما ننصر اخاك ظالما او مظلوما. ويعني اخاك عنده اعذار كثيره يعني شنو باش كيشعر على الدين دابا في هذه اللحظه هذه؟ واش غادي نقول لك الشعور ديالي ما نقدرش زعما نعبر عليه ذاك التعبير الحقيقي لان قالوا علمها عند الله. فهمتي اخي العزيز كاين شي حاجه اللي هي صرائرها عند رب العالمين. وبحقيقه نقول دائما تبقى في التكتم وفي القضوم يعني بينك وبين خالقك لان لكل انسان هو نفس المسار. فهمتي ان كل انسان في الدنيا حقيقه ما كان نبيه ملك ام مملوك وكلنا عبد المملوك حقيقه الله. مالك او مملوك وكلنا عبد المملوك يعني اي انسان في الارضيه هذه تحت السماء هذه برحمه الله مولانا مهما كان لونه وشكله فهو في ذاك اليوم الواحد اللي كتشرق عليه الشمس وتغرب عليه الا وعنده اشياء تحزنه واشياء تفرحه واشياء كترسخوا له واشياء كتقيروا له. وما تقوليش زعما هو في ذاك النهار هذاك غادي يدوز زعما نمط واحد في الحياه ما يمكنش. هذا هو الذي لا يمكن وان كان كل شيء ممكن وكل شيء محتمل ولا شيء مستحيل. هذه حقيقه كنعيشوا احنا الناس على الارض كاملين كما بغى يكون طالب شان او قصر. هذاك النهار هذاك كاينه شي حاجه اللي كتفرحك وشي حاجه اللي كتحزنك وحده كتجي كترسخوا لك واخرى كطيروا لك. وهذا هو حال الانسان يا اخي العزيز والحمد لله على كل حال. كاخر سؤال اخي علاء الدين كيفاش كيعيش علاء الدين في رمضان وفي غير رمضان؟ او في الحقيقه اش غادي نقول لك انا يمي في الحقيقه كما كتقول لي الوالده ديالي مسكين الله يذكرها بخير الله يخلي لها البركه ويولي عنده شي عزيز عليه امين الله يونس به ويونس برحمه الله امين. كتقول لي ولدي حنا ديما عندنا رمضان لان الوالده مسكينه ديما في الليل مي كتنوض كتلقاني شاعل الشمعه وجالس عليها. فهمتي جالس مهم مع الشمعه جالس اما مع الكتاب او جالس في وحده يعني هكا في صمتي الليل وفي سكوني. كتقول لي ولدي واش حنا ديما عندنا رمضان؟ انا كنبقى نضحك. اولا كتقول لي ولدي واش كتقرب بغال مسكين الله كنقول لها بنتي تا بغال كيقرا كتقول لي ولدي ما بقاش كتهضر نص الليل هكا واش كتقرب بغال. يعني انا ما نكذبش عليك انا عندي مثلا رمضان ولا بغير رمضان هو انا من غير رمضان ما كناكل شي بعدا بزاف. عندي واحد النمط حياتي ديالي نهار كامل ربما كنقيم ما واكل شي انا هذا على رشفات من ماء او على تمره او على بعض الشيء القليل تا المر المغرب فوق عاد كناكل. هذه مشات عاداتيه في رمضان رمضان. اما القضيه رمضان اخي العزيز عنده واحد الخاصيه خاصه. رمضان الكريم هو شهر الغفران وشهر الصيام وكما كيقول الله عز وجل كل اعمال بني ادم له الا الصيام فهوني وانا اوصي به. وانا الصيام هذا ما يكونش بالجوع والعطش وعلى حسب الشهوه النفسيه والمشتهات ديال الاكل والشرب فقط انما هو حسابا واحتسابا وتاملا وتذكرا وتوكلا هو رجاء واستغفارا واستعطافا في ملك الخالق وفي ملاقاته ليوم الغد ان شاء الله وانت قائم بين يديه. حنا خي علاء الدين ان شاء الله غادي نصوموا 17 ساعه وغادي نفطروا 7 ساعات. سبحان الله. كيفاش كتقاوم انت في 17 ساعه مع الحراره كيفاش تقاوم الصيام؟ وهي في الحقيقه النيه افضل من الاعمال وان الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ذاك الشيء على قدر المحبه ديالك او النفور ديالك لهذا الامر هذا. راه الا كانت النفس ديالك محبه لهذا الامر هذا فالله عز وجل راه كيطويها تحت اقدامك وكيطوي ذاك الساعات يعني امامك كلمح بالبصر كان هذا يعني كرمق
ولكن إذا كنت أنت متنفر من هذا الأمر هذا وظن به ومتوسوس فيه والله قد يثقل عليك كثقل الجبال. وهذا هو ما قيل في هذا الباب: أنا مع عبدي ما ظن عبدي بي، أنا أريد وأنت تريد، ولن يكون إلا ما أريد، فمن سلم لي فيما أريد سلمت له فيما يريد، ومن لم يسلم لله في أمره وسلم تسليمه كانت بالعكس عاد كتزيد الأمور التعقب والضخام وكتزيد، فهمتي؟ إذا أخيرا بالنسبة لي ما كتبش عليك النهار كيدوز عندي سبحان الله العظيم كرامة، كيدوز يعني بنشاط، كندوزو في الأحاديث مع عباد الله وفي ذكر الله وفي القيام بالصلوات ما بين الصلاة والصلاة وفي المسيطرة ديال الأخرى، كنصيب النهار دا سبحان الله العظيم ما كرهتش زعما لو كان يزيد ذاك النهار يطول يعني يزيد الصوم فيه. وهذه هي زعما أقصى ساعة هي 17 ساعة الصيام، سبحان الله العظيم دابا غادي يبدا يرجع سبحان الله العظيم ما شاء الله وفي الحرارة. نعم يا أخي، وهذا هو المثل ديال الصراط المستقيم امام الله عز وجل، ان الله الا كان ذاك العبد راه مؤمن بالله وان بلغت ذنوبه الى السماء فكان يقول لا اله الا الله خالصه مخلصه لا شريك له ومخلصه لرب العالمين، يعني الله سبحانه وتعالى يدحض هذه الذنوب حتى تسقط تحت اقدامه ويرفع له الدرجات دونها ويمسح سيئاته ويبدل الحسنات ويكفر عنه الذنوب المعاصي والاثام حتى انه يطوي هذا الصراط تحت اقدامه بسرعه برق. هذه يعني هي الرحمه الالهيه فينا اخي العزيز، الله يعيننا ويعينكم على هذه الامور بحال هذه. امين.